تقول الطحينة في أول تجربة لها بوضع شخص ميت في التابوت كانت مع سيدة متوفاة ذات حجم صغير، وتضيف طحينة أنه بعد أن رفعتها ووضعتها في التابوت سمعت صوت تنهلها. تقول أنزلتها بسرعة وبعدت يدي عنها وقلت لوالدي هل أنت متأكد من أنها ميتة؟ هنا رد الوالد وذكر أنه هذا طبيعي لأن الهواء الأخير الباقي في رئتيها يجب أن يخرج. وعندما سألها المقدم ألا تشعرين ولو بقليل من الخوف، ردت عليه بالنفي وذكرت أنهم مجرد أشخاص ميتين. حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال. لو نتكلم عن المجتمع بشكل عام، فإن معظم مواطني هذا المجتمع الصغير يخشون الموت، وتصل بهم الرهبة من الموت أنهم يتجنبون ذكره والكلام عنه. السبب الرئيسي لهذا الخوف هو العدمية، عدمية ما بعد الموت. يعني لو نبسطها أكثر، فالأغلب مؤمن أنه سينتهي بعد هذه الحياة وسيصبح نسيا منسيا. وممكن هنا يذكرني نقاش مع أحد الأحبة، كانت لديه فكرة، وأذكر أنه كانت لديه لأنه هو الآن بين يدي خالقه، وأسأل الله له الرحمة والمغفرة. يقول هذا الرجل العزيز، أو قال هذا الرجل العزيز، أنه ممكن من يؤمن بالعدمية مرتاح، لأنه لن يفكر لا بحياة برزخ ولا بعذابه ولا بهول يوم الحساب ولا نار ولا جحيم، مع العلم أنه هذه الأمور واقعة وحتمية، وأن لم يؤمن بها من يعتنق هذه الفكرة، فكرة العدمية. ومع ذلك فإن كل المؤشرات تقول أنه من يؤمن بالعدمية مرعوب أكثر من الذي لديه إيمان، لأن من لديه إيمان يحسن الظن بالله، يترجى شفاعة الحبيب ويسعى إلى فعل الخير، ولديه إيمان أن خالقه غفور رحيم. أنا عن نفسي لديه إيمان أن النفس البشرية التي تسير على الأرض تطرح أسئلة، وهذه الأسئلة حتمية وعلى الفطرة. يعني من بين هذه الأسئلة ممكن يكون من خلق الكون، من أين جئنا، أين سنذهب بعد أن نموت، وما هو الهدف من وجودنا على هذه أو على هذا الكوكب وفي هذه الدنيا. وهذه الأسئلة بقناعتي أنه من يتجاهلها أو ينساها لن يشعر بالراحة أبدا، لأن الإنسان وبطبعه يبحث الأجوبة عن كل أسئلته. نعود إلى طحينة الحانوتية، فطحينة هنسن والتي تبلغ من العمر 25 ومن سكنة شمال يولاند، بدأت مزاولة هذه المهنة، مهنة تجهيز الأموات، بعمر مبكر. فهي بدأت عندما كانت في 17 من العمر، وطبعا سارت على نهج أبيها الذي ينتهي هذه المهنة منذ زمن طويل. الآن جميع أفراد أسرتها يعملون في هذه المهنة، فالأم تجهز الورود التي تزين شواهد القبور، والابن يقوم بنحت شواهد القبور، يعني أو ما يسمى مثل ما يسمى بالدنماركي الكراوستين، وكذلك شقيقتها التوأم، وأكيد والدها. تخينة بهيئتها وشكلها لا يبين عليها أنها تعمل بهذا المجال. عندما سأل المقدم الأم والأب ما إذا كانت مهنتهم بالدفن وحديثهم عن الموت أثر على أطفالهم بسن مبكر وهذا ما جعلهم يمتهنون هذه المهنة، هنا ردت الأم بالنفي وذكرت أنه هم ما كانوا يتكلمون عن الموت والدفن عندما يتجمعون على المائدة. تقول وتضيف تخينة أنه عربة الدفن هذه السيارة السوداء الكبيرة التي ينقل فيها الموتى، ومنذ الصغر هم متعودين على أنهم يروها أمام المنزل. وتذكر أنه في فترة الطفولة كان أخيها الأصغر يخاف من هذه السيارة، وكانت هي تمازحه مع أختها الكبيرة أو أختهم شقيقتها التوأم من خلال حبسه بالسيارة بمكان التابوت. لذلك أنه صار عنده رهبة وردة فعل، بدأ بمزاولة العمل معهم بسن متأخر. وعلى ذكر موضوع السيارة، فإني أعرف الكثير ممن يغيرون يعني أو يلتفتون أو يتجنبون النظر للسيارة إذا كانت موجودة في الشارع، هذه سيارة نقل الموتى، لأنهم وببساطة لا يريدون مشاهدتها. مهنة تخينة بالتحديد أنه هي تذهب إلى المستشفى حيث يوجد المتوفى في ثلاجات حفظ الموتى، والذين يحفظون بدرجات حرارة 5 درجات مئوية. تأخذه بعد أن تقوم بتجهيزه للرحلة الأخيرة وتضعه بالتابوت أو تضعه في التابوت وتقود به بالسيارة إلى المقبرة. اللي لاحظت على تخينة أنه تتمتع ببرود أعصاب وهدوء غير طبيعي، يعني أنها مزحت مع المقدم بموضوع الموت، وكانت ابتسامتها طول فترة التقرير
لا تفارق وجهها. وذكرت تدخينة أنها لا تخشى الموت، لأنه حسب وبحسب وصفها أنه أمر طبيعي ونهاية حتمية للجميع. تقول تدخينة أنه من المواقف الصعبة اللي تعرضت لها في العمل هي كانت حادثة وفاة لشابة من مثل سنها. تعرضت لحادث وشاركت هذه الشابة تدخينة بعملية تجهيزها للدفن، وذكرت وأضافت كذلك أنه لا تستطيع أن تنساها لأنها مثل ما ذكرت كانت بنفس عمرها. أضافت تدخينة أنه لا تتكلم لا عن الموت ولا على مهنتها مع أصدقائها، وممكن هو هذا أحد الأسباب اللي يجعلها أنه لا تفكر لا بالموت ولا بالخوف منها. تدخينة ذكرت أنه ليس هناك وصفة للتعامل مع الموت ونهايته الحتمية، لكنها ترى وحسب كلامها أنه كثرة الكلام عنه وذكره ممكن يكون الوصفة اللي تساعد بالتعامل مع الموت وتقبله، يعني مثل ما هم يفعلون بالمنزل كعائلة. وصية تدخينة أنه عند موتها تريد أن تدفن ولا تريد أن تحرق جثتها، لأن هنا في الدنمارك يخير الميت أو بالأصح يخير أهل المتوفى، لأنه هو حقيقة أصبح بلا خيار وسيفضي إلى ما قدم. فإنها تريد أن توضع في تابوت وتدفن في حديقة منزلها. الملفت أنه أثناء ذكرها لهذا الكلام، كلام الدفن وأنها حابة أنه تندفن في منزلهم، قاطعتها أمها وقالت لها يا تدخينة سيحدث هذا الأمر بعد 100 سنة، فاغلقي فمك. وكأن الأم تصبر نفسها عن الموت بطول الأمل وكثرة السنوات، والتي مهما طالت ستنقضي يوما. عسى الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن تشهد أعمالنا لنا، وتكون خير شفيع لنا يوم العرض الكبير. نلتقي على الخير، حياكم الله.